إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. عزير ابن الله شرك أكبر. نعم. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يهود ويعرف الشرك الأكبر والأصغر إذا قامت عليهم الحجة. نعم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. شرك أكبر. نعم. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يمنع أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بإنكار هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون القبلة إلى مكة كانت في أول الأمر إلى بيت المقدس ما استطاع أن يحول القبلة حتى حولها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم من سب الدهر وعندنا مسبة الدهر كثير زمن غدار والبحر غدار ويسب الأيام وقل لزوجتي أسود يوم في حياتي يوم التقينا والله لن أنسى هذا اليوم. نعم إيش علاقة الدهر بزواجك بمشاكل مع زوجتك؟ نعم. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. نعم. في الصحيح يعني الهلاك علقوا الهلاك وهذا بالدهر وبالأيام والليالي وما هي قالوا إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر والآمر للدهر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أي مقلب ومصرف والآمر له. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. يعني النهي عن التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك وحاكم الحكام ولو كان هذا بغير اللغة العربية مثل ما يسمو باللغة الفارسية شاهان شاه يعني ملك الملوك لكن ممكن تقول ملك ملوك الأرض أو القرن السابع قاضي قضاة القرن السابع مثلا ابن حجر عسقلاني لكن الأولى تركه لأنه ممكن مع كثرة الاستعمال التقييد هذا يحذف عند الناس. نعم وينسب. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. في رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. أوضع لماذا؟ لأن الآن رفعوا بهذا الاسم قالوا قاضي القضاء ملك الملوك حاكم الحكام كان الجزاء من جنس العمل أوضع. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. لا عندنا أسماء خاصة بالله لا يمكن أن يسمى بها أحد الله ورب العالمين والرحمن مثلا وعندنا أسماء غير مختصة بالله سبحانه وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم قالت امرأة العزيز هذه ليست بعزة كاملة. نعم اسم فقط. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. إذن هنا قصد ليس الاسم فقط قصد المعنى. نعم ولهذا كان بعض الصحابة حكيم بن حزام ولم يغير له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لأنه لم يقصد الوصف لكن عندما قصد الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من التسمي. نعم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. نعم باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا إشكال وهو الاستهزاء والسخرية بالآيات والأحاديث خاصة في هذه الأزمنة مع هذه الأجهزة. لا تقرب الكتاب والسنة إلا وأنت يعني تريد أن تقف عند حدود الله أما تضحك وتمزح اضحك وامزح
بعيد عن الكتاب والسنة وبعيد عن الصحابة رضوان الله عليهم وبعيد عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قل أبي الله يعني ما بقي أن تمزح وتسخر وتستهزئ إلا بهؤلاء الثلاثة الذين هم أحق الحق. نعم. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يقول كلام ليس عليه جماهير وياخي نتسلى وأنت بتمنع من الضحك تضحك بالكتاب والسنة. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك انظر جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الطاعة أوقع الشيطان في الشرك الأكبر، لأن الطاعة قد توقع في المعصية والمعصية قد تجر إلى الطاعة. نعم. ولهذا الآن بعض الناس يذنب ثم بعد الذنب يعطي الطاعات أدخلته الجنة المعصية، والطاعة قد تدخل النار كما في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب أسنا ولا أجبن عند اللقاء. القراء من؟ نبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، كيف يسخر ويستهزئ بها؟ يقول كلام نتحدث به نقطع عن الطريق أو عناء الطريق تعب الطريق. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. والله كذب. نعم. هذه الأوصاف الثلاثة تنطبق على هذا وعلى أمثال من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم أقل الناس اشتغل بالدنيا وبالطعام والشراب وأصدق الخلق. نعم. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. نعم، هذا الإيمان الصادق أنكر. نعم. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، لأنه يعني أمر بهذا، وهذا في استعمال الغلظة في موضعها. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا مثل ما تقدم عندنا من كفر النعمة. نعم. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. من أين لك هذا؟ قال بعملي وأنا محقوق به، أنا أحق الناس به، لهذا أعطاني الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن عباس يريد من عندي يعني بجدي واجتهادي وكسبي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. نعم، قال نحن أشراف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به، قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقرة شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. عشراء يعني في شهرها العاشر أو أوشكت على الولادة. نعم. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إليه أن بصر. يرد الله. هنا الأعمى قبل النعمة متعلق بمن؟ بالله، لكن الأول والثاني لم يتعلقوا بالله قبل النعمة، وبعد النعمة الأول والثاني كفر النعمة، إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. الأعمى اعترف مباشرة عندما رأى الأعمى قال قد كنت أعمى ورد الله علي بصري، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته، تأخذ لله خذ، لغير الله لا تأخذ. نعم.
فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسح فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطي شاة والدا. أيضا كان زاهد يعني ما أراد للإبل ولا البقر. نعم. وأن الزهد يجر إلا ما تحمد عقبة. نعم. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. إيش معنى وادي؟ يعني إذا مشت بين الجبلين تسد ما بين الجبل، تسد الوادي من كثرتها. نعم. ويقول الحقوق كثيرة، أي حقوق يا رجل؟ نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. يعني هذا تذكير للنعمة بالهيئة. نعم. وبعد هذا ذكروا بالقول. نعم. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا من الله ثم منك. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم منك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. فأيضا كفر النعمة. فلما آتاهما صالحا يعني صلاح في الخلقة وصلاح في الخلق، جعل له شركاء، أنهم قالوا أن الذي جاء بالولد هو الولد الفلاني. نعم. أو قدموا محبة الولد على محبة الله. نعم. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. إلا عبد المطلب لم يتفقوا على تحريمه وهو محرم، ما يمكن نعبد الأولاد لغير الله، لا عبد المطلب ولا عبد شمس ولا كذا. وعن ابن عباس في الآية قال هذا الأثر الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن حزم رحمه الله أنها رواية مكذوبة موضوعة، ولو صحت القصة يكون معنى هذا شرك في الطاعة. يعني الآن تخرج وتمرمر أتنظر إليها، أنت الآن أطعت من؟ أشركت؟ لا، بعصي. وهكذا الشيطان قال لا سميه عبد الحارث، سميه عبد الحارث شركاء في طاعتي ولم يقل في عبادتي. لو تعدي هذا الأثر أحسن. يلا طيب، على اعتبار الصحة قلنا هذا شركاء في طاعتي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. ما يمكن أن الشيطان يقول هذا الكلام، أنا صاحبكما، صح؟ نعم. وقاسمهما يعني أقسم لهما بالله فدلاهما بغرور، أما يقول أنا صاحبكما ما يمكن. نعم. لتطيعني أو لأجعلن له قرني أي فيخرج من بطنك فيشقه. ما يمكن يصدق هذا. نعم. لأنه هذا ما يمكن يكون إلا لله. نعم. ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث. عبد الحارث الحارث من أصدق الأسماء لا إشكال فيه، لكن هنا قصد عبد الحارث يعني عبد للشيطان. نعم. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم. واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله سبحانه وتعالى من الشرك الأكبر والأصغر، ولا يمكن أن نتكلم في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأدنى كلمة،
نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسان، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ولله الأسماء الحسنى تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، الحسنى البالغة في الحسن أكمل، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، وذروا اتركوا الذين يلحدون يشركون ويدخلون فيها ما ليس منها. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يعني يشتقوا من أسماء الله أسماء للأصنام، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. نعم، كان يسمى الله سبحانه وتعالى علة فاعلة وقادر على اختراعه ثالث ثلاثة. نعم. باب لا يقال السلام على الله. ماذا نقول؟ لا نقول السلام على الله لأن الله هو السلام. إيش نقول؟ نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. نعم. باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، الله يهديك إن شاء الله، لا، إيش تقول؟ الله يهديك، اللهم اهدني وعافي. نعم، تجزم تقطع، لأنك تطلب من كريم سبحانه وتعالى غني. نعم، لأنك لو تقول إن شئت إن استطعت تعطيني مال اعطيني، هذا لماذا؟ لأنه ممكن يعطيك ممكن لا يعطيك، لكن هنا الدعاء تجزم وتقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ما تقول إن شئت. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم مسألة فإن الله لا مكره له. نعم. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. نعم. قال رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. طيب إيش يقول؟ فتاي أو فتاتي وغلامي، لأنه هذا فيه إذلال للعبد وفي تعدي على جانب الربوبية. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. باب لا يرد من سأل لله. لماذا؟ لأن السائل سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله لابد أن تجيب هذا، إلا إذا كان فيه إعانة على منكر، يقول لك الله يرحم والدك، بالله تعطيني 5 دنانير أشتري بها دخان، والله مصدق، تعطيه؟ لا، إعانة على منكر، أو في ضرر عليك، قال أسألك بالله تعطيني جوازك، أبغى أروح السعودية أخذ عمرة وأرجع، تقول لا، في ضرر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاد بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا مثلا المؤلف رحمه الله صنع لنا معروفا، أقل شيء عندما يذكر المؤلف تقول جزاه الله خيرا. نعم. والآن عندنا أخواننا يقول شكرا، شكرا، هذه وين نصرفها؟ لماذا لا تقول جزاك الله خيرا؟ صح، أحسن من 1000 شكرا. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. نعم. أو تقول اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، لأنه هذا يؤدي إلى الجنة. نعم. باب ما جاء في اللوم، يعني ما جاء في النهي عن قول لوم إلا في حالة واحدة وهي الإخبار، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا خبر. نعم. قال رحمه الله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا اعتراض على تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتراض على الشرع. نعم. محرم. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا اعتراض على القضاء والقدر، محرم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعاجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ويصح أن تقول إما قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. طيب لماذا؟ لأن هذا تفتح باب التحسر والندم. حصل شيء لا تقول لو صنعت لو كذا، لا، تقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. نعم. باب النهي عن سب الريح. سب الريح وسب الدهر وسب الأيام وسب الليالي وسب الدواب، لماذا؟ وسب السيارة. نعم، لا تسب الريح. ايش نقول؟ نعم، قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا: اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. صححه الترمذي. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله. الآية. ما يمكن أن يكون ظن المؤمن كظن المنافق، لأن المنافق لا يظن بالله خيرا، ولا بد أن تظن بالله خيرا، سواء فيما يفعل فيما يختص بك أو يختص بغيرك أو في هذا الكون. لأن بعض الناس يدخل على المريض يقول: والله أنت مسكين وما تستاهل، ما تستاهل، كأنه هذا أرحم به من الله، يقول: والله لو الأمر بيدي يا شيخ والله أعالجك في أوروبا وأدفع لك، لكن ما بريد حيلة، تعرف الدولة هذه وتعرف مستشفيات عندنا. نعم. وقوله: بتموت ترى قريب.